صعب القيود فأنت صامد أخي الأسير فهيا صابر رغم القيود فأنت صامد فاحتسب واصبر وجاهد نقف اليوم نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أمام البرلمان المغربي في الذكرى 14 لأحداث 16 مايو الأليمة، أليمة لأن كانت خلفت ضحايا، صنفين من الضحايا. الصنف الأول هم الضحايا الذين قتلوا في الحين، لا يسعنا كمغاربة أو كمسلمين إلا أن نتضامن معهم بشكل مطلق كون أنهم خوتنا. والصنف الثاني يعني والمستهدف بهذه الأحداث هذه هم الإسلاميين بشكل عام في المغرب والتيار السلفي بشكل خاص والمعتقلين على وجه الخصوص. فمن بعد يعني في ظل سياسة صم الآذان التي تنتهجها الدولة المغربية وجميع المؤسسات المعنية بهذا الملف اضطررنا للاحتجاج مجددا في هذا الذكرى 14 لتوجيه الخطاب للعاهل المغربي لمطالبته بالتدخل من أجل وقف التجاوزات والانتهاكات التي طالت أبناء هذا الملف هذا ومن أجل تصحيح الأخطاء القضائية اللي شابت هذا الملف هذا، خاصة أنه صرح أنه هو فعلا صرح جريدة البايس إسبانيا بأن الملف شابت وخروقات وتجاوزات في وقت سابق. كذلك من أجل المطالبة بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب الذي نعتبره هو المعضلة اللي تهدد الإسلاميين داخل المغرب. كذلك من أجل المطالبة بفتح تحقيق نزيه يعني ومستقل في أحداث 16 مايو من أجل الكشف عن المدبر الحقيقي لهذه الأحداث. خاصة بعد تشكيك مجموعة من الشخصيات الأمنية والسياسية والحقوقية في هذه الأحداث وكان من أبرز التشكيكات اللي تناولت القضية التشكيك ديال العلبة السوداء النظام الحسن الثاني إدريس البصري الوزير الداخلية السابق الذي قال بالحرف في تصريح سابق الجزيرة لقناة الجزيرة بأن الإسلاميين لا علاقة لهم بأحداث 16 مايو. يعني المعتقلين الإسلاميين منذ 2000 إلى يومنا هذا يقدرون بالآلاف لكن الذي بقي منهم داخل السجون عددهم الإجمالي 1000 ونيف 1000 معتقل ونيف اعتقلوا من 2002 إلى يومنا هذا. هذه الإحصائية الإجمالية. بالنسبة للإحصائية الإجمالية ديال عدد المعتقلين على خلفية أحداث 16 مايو الذين لا زالوا يقبعون داخل السجون المغربية واللي موزعين على عدد من السجون وكيتمركزوا بشكل أساسي في السجن المركزي القنيطرة عددهم يبلغ 140 معتقل إسلامي لهم أحكام ثقيلة جدا بلغت حد الإعدام. نحن نطرق أبواب المؤسسات وكما قلت في وقت سابق نطرق أبواب الحكومة في الآونة الأخيرة في هذا الأسبوع السابق وضعنا طلب مقابلة لدى وزير العدل الجديد أوجار من أجل يعني مناقشة سبل حل هذا الملف ونحن حاليا بصدد يعني تأسيس واحد اللجنة يعني مستقلة من حقوقيين مستقلين منظمات وجمعيات حقوقية أخرى من أجل العمل على من أجل العمل كوسيط بيننا كلجنة مشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وبين الدولة. إذا استجابت بطبيعة الحال الحكومة لمطلب اللقاء بينا كممثلين للمعتقلين الإسلاميين.